أحسن الله إليك فضيلة الشيخ. يقول السائل: ما حكم استعمال التحاميل الكبسولات الدوائية لعلاج البواسير في فتحة الشرج أثناء الصيام؟ فأنا شخص أشكو منها، ويأمرني الطبيب أن أستخدم التحاميل في اليوم 3 مرات، وأنا أصوم الاثنين والخميس، فهل يجوز لي أن أستخدمها عن طريق فتحة الشرج وأنا صائم؟ لا، ما يجوز تستعمل التحاميل وأنت صائم، لأن التحاميل هذه تذوب، تروح للمعدة، تختلط بالأمعاء، تمتصها الأمعاء، تسير في الجسم، فلا يجوز استعمال التحاميل للصائم. مسألة صوم التطوع، إذا كنت بحاجة إلى العلاج استعملها ولا تصوم للتطوع، وأما الفرض فلا تستعملها إلا عند الضرورة، وتقضي ذلك اليوم لأنك مريض بحاجة إلى العلاج. المريض يجوز له أنه يفطر ويقضي من أيام أخرى. نعم.